عبر خدمة زوم بالمحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي من القاهرة. برحب بيك يا أستاذ طارق. يعني بالتأكيد كان خلال الأيام الماضية هناك لغط كبير وغضب أيضا وردود أفعال كبيرة على قرار حبس باتريك زكي، أفراد وحركات انسحبوا من الحوار الوطني أو جمدوا المشاركة في الحوار الوطني، وقيل إن هذه أو أن هذا اختبار حقيقي لمدى جدية الدولة في مسألة فتح المجال العام و يعني إنهاء ملف المحبوسين وسجناء الرأي. إلى أي مدى بترى أن هذا القرار ربما يرسل رسالة طمأنة لهؤلاء؟ هو بالتأكيد أن يعني خبر الحكم بالأمس على الباحث باتريك زكي أصاب الجميع بحالة من الإحباط بما فيهم أعضاء في لجنة العفو الرئاسي، هو المعضلة التي تمثل في الحوار الوطني والمشاركة في الحوار الوطني، معظم كل القوى السياسية تقريبا بما فيهم حتى يعني مجموعات وحركات محسوبة على النظام السياسي. الموضوع كان صدمة، مش موضوع الحكم لكن فكرة ان احنا بنتكلم عن عفو رئاسي ولجنة بعت نفعلها وحوار وطني ووطني يتسع للجميع، نفاجأ بهذا الحكم وكأننا يعني نزيد أعداد المحبوسين بما يمثل وقف لكل محاولات إزالة حالة الاحتقان السياسي اللي موجودة. كان في رد فعل قوي من كل القوى السياسية الفاعلة في الداخل. في الحقيقة يعني أنا شخصياً تضامنت مع كل هذه الاحتجاجات اللي تمت بالأمس، وعلى الفور احنا الجميع تقدم بطلبات للسيد رئيس الجمهوريه، ان الامر يعني اصبح فوق الاحتمال الان ولابد من التسريع في وتيره العفو الرئاسي بحيث ينتهي هذا الملف المزعج للجميع والذي يشكل كابوس للوطن ويشكل كمان ايضا شوكه في حلق النظام بيتم ابتزازه بها والضغط عليها من الجميع. في الحقيقه احنا يعني بمجرد ما تقدمنا بالطلبات دي في خلال أقل من نص ساعة تقريبا كنا تلقينا رسائل طمأنة واضحة وصريحة من مؤسسة الرئاسة بأن الأمر في طريقه إلى الحل خلال ساعات، فطلبنا أن يشمل القرار أيضا عدد آخر من النشطاء السياسيين خاصة المجهولين كمان الغير يعني محسوبين على قوى سياسية أو ما لهمش أحزاب ومنظمات تقدر تدافع عنهم. اليوم قبل القرار بالفعل وتم نشره في الجريدة الرسمية، شمل القرار 6 أشخاص محكوم عليهم بعقوبات مختلفة، منهم كان أول واحد فيهم كان باتريك وثم محمد البطل ثم 4 آخرين بينهم سيدتان. الأربعة الآخرين طبعا لأن هم مش معروفين للحركات السياسية فلما يتم تداول أسمائهم، منتظر بكرة الصبح كل اللي لقى 6 يكونوا خرجوا مباشرة من باب السجن إلى بيوتهم. هل هذا الأمر يرسل رسالة طمأنة؟ هو بالتأكيد يرسل رسالة طمأنة لكنه غير كافي لحل الوضع السياسي. يرسل رسالة طمأنة لكنه غير كافي، يعني هذا المصطلح دايما بتستخدمه القوى السياسية المختلفة بعد كل قرار لأنه بيشمل ربما 1 أو 2 أو عدد محدود، وفي المقابل بيكون في إجراءات مماثلة تجاه أشخاص آخرين، يعني عفو رئاسي عن باتريك زكي والآن بتجري محاكمة مثلا للمهندس يحيى حسين عبد الهادي، هناك محاكمات أيضا بتجرى لنشطاء وسياسيين بسبب بوستات على الفيسبوك أو آراء سياسية. فالفكرة أنه المطالبات أنه خلاص يعني مش عايزين الأمور تمشي واحد بواحد، عايزين سياسة عامة وعايزين يعني توجه عام بوقف هذه القضايا من أساسها، فكرة المحاكمة أمام محكمة استثنائية أو المحاكمة على أساس الرأي هي اللي محتاجة مواجهة أكتر من صدور قرار بقرار، وإن كان الآخر مهم أيضا. يعني بالتأكيد أنا متفق تماما يعني معاك في اللي أنت بتقوله ده، إحنا قلناه من أول يوم من إعادة تشكيل لجنة العفو، إحنا في حاجة إلى وضع قواعد عامة مجردة، يعني يا جماعة اللي مضى أكتر من عامين في الحبس الاحتياطي ده يتم إخلاء سبيله أو يتم إحالته للمحاكمة عشان تقول رأيها فيه. الناس اللي هي واخدة أحكام بالإدانة في قضايا تتعلق بقضايا الرأي في التظاهر في نشر أخبار كاذبة،
كل هذه الأمور يجب يعني تسويتها تماما وإنهاء موقفهم القانوني بشكل أو بآخر، سواء بالنسبة للمحبوس احتياطي. وإن مش ما ينفعش وإحنا بنتكلم عن جمهورية جديدة وعن وطن يتسع للجميع وعن حوار وطني بيضم كل القوى وحواره بلا سقف، إن إحنا في النهاية نبقى ما زال عندنا أعداد كبيرة جدا من المحبوسين. وخليني أتكلم بشكل أكثر عن المحبوسين غير المعروفين، الناس اللي اهاليهم يعني بتبعت لنا رسائل بتصل الى حد ان هم يعني بيدعوا علينا، معتقدين ان الامر في يدنا او ان احنا مهتمين بالمشاهير فقط. للاسف لا، احنا محتاجين نبعت رساله طمانه الى الشعب المصري كله، مش للقوى السياسيه فقط، ان في ديمقراطيه جمهوريه جديده فعلا كما يقال، ان حق الراي والتعبير اصبح مقفول. وانا يعني في كل الاجتماعات وفي كل لقاءات ببقى حريص اقول لهم حتى وان كان هذا الراي فيه شطط، حتى وان كان هذا الراي قد يزعج السلطه، حتى ان كان فيه تجاوز الخطوط الحمراء، دعوا كل الظروف وتفتح، دعوا نقبل بعض، نتعود على ان احنا نسمع بعض، نهذب سلوكيات بعض وخطابنا وطريقة اختلافنا. لكن المواجهة الأمنية لكل من يتحدث ولكل من يقول وجهة نظر قد تغضب السلطة، هذه المواجهة أثبتت على مدار 10 سنوات أنها أزادت من حدة الاحتقان السياسي، تصاعدت مع خطابات الكراهية بين القوى السياسية. خلينا استاذ طارق استغل وجودك معايا كده واشوف، يعني خلال الفترة الماضية من إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي ووجودك في عضويتها حتى الآن، نقدر نقول تقريبا اللجنة تلقت كام طلب بإخلاء سبيل يعني محبوسين سواء احتياطيا أو صادرة ضدهم أحكام، وحتى الآن تم البت في كام منهم، يعني حتى لو بشكل تقريبي أو بنسبة وتناسب يعني. لا يعني تلقينا كم طلب؟ تلقينا طبعا طلبات، الاف الطلبات، بس طبعا في معظمها بيبقى مقرر اعاده ارسال الطلب اكثر من مره، او بيتم ارسال الطلب لكل اعضاء اللجنه دفعه واحده، ثم يتم ارساله تسجيله على الموقع الالكتروني للسفاره التربيه للجنه. لكن من تم اخلاء سبيلهم بالفعل سواء محبوسين احتياطيين او محكوم عليهم بقرارات عفو تجاوز ال 1500، انا من وجهه نظري ان هذا العدد ضعيف جدا ولا يتناسب مع حجم الوعود وحجم اماله وطموحات الشعب المصري في الخطاب السياسي اللي القاه السيد الرئيس في حفل افطار الاسره المصريه في 2022. العدد هزيل بالطبع، يعني يمكن اللجنه كانت شغاله بشكل كويس جدا، وكان عندنا تقريبا كل 48 ساعه قائمه بيتم الاعلان عنها، وكانت بتتضمن اعداد وصلت في بعض الحالات ل 70 و80 شخص في القائمه الواحده. لكن انا بقول يعني منذ يناير الماضي وحتى الان اللجنه تقريبا يعني شبه متوقفة، مش متوقفة بس هي شبه متوقفة. الأعداد اللي خرجت أعداد ضعيفة جدا، كل شهر تقريبا بتطلع قائمة ب 30 شخص فقط، وفي الحقيقة ده ما بيقولش إن في لجنة عفو رئاسي موجودة. وده سبب من أسباب الانتقادات الكبيرة اللي بتوجه للجنة، وبيستخدم حتى عليها لفظ، وأكيد أنت سمعت ده أكتر من مرة، فكرة سعي البريد، إن هي بتاخد بس طلبات تعرضها على جهات من غير ما يكون لها دور في يتجاوز ذلك، وانه لو ما كانتش موجوده اللجنه كان سهل جدا الناس يبعتوا لوزاره الداخليه او لاي جهه اخرى. فيعني ده اللي بيدي انطباعات وانتقادات كمان من جانب الناس لاداء وعمل اللجنه. في الحقيقه تامر يعني الناس حقها كل اللي هي عايزه تقوله طبعا، بالذات الاهالي، يعني انا بلتمس العذر دايما لاهالي المحبوسين دول، ناس محروقين على اولادهم، شايفين ان اولادهم يعني ابني كتب بوست على الفيسبوك وقال سنتين ثلاثه محبوس. في الحقيقه انا لازم التمس العذر، بل واتضامن مع الناس دي واقول نفس الكلام اللي هم بيقولوه، الناس كان دور اللجنه دي هي فعلا فكره سعي البريد، فيعني ممكن الناس فعلا ترسل باي طريقه ثانيه، وده احنا كمان قلناه جوه اللجنه، وان احنا اذا ما كانش لينا دور حقيقي في ان احنا نقول ان احنا عندنا هذه القوائم، وهذه القوائم تنطبق عليها الشروط والمعايير اللي وضعتها اللجنه، وتحظى بموافقه على الاقل بنسبه 60 70% منها، هيبقى فعلا اللجنه وجودها والعدم سواء. يعني منذ الامس في خطابات ورسائل وكلام مباشر مطمئن للمرحله اللي جايه ان شاء الله، نامل انتظار هذه الوجود، كله بيسعى يعني يتمنى انه يكون قرارات فعليه على الارض، اعداد كبيره بتخرج، انه يكون في عمل افضل للحوار الوطني. بشكرك شكرا جزيلا استاذ طارق العوضي، المحامي وعضو لجنه العفو الرئاسي.